مرحبا بكم في قناة المطبخ الجزائري. إذا كنتوا لأول مرة تشوفوا القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس به يوصلكم كل فيديو جديد نديره. اليوم عندي عرضية، حبيت نوري لكم مش درت ونشارككم بعض الأفكار. احنا راني راح ندير دجاجة محشية بالروز ومحمرة في الكوشة. لهنا راني في الليل حكمت في واحدة الدجاجة، درت لها التوابل وحشيتها بالروز، كلمسة أخيرة من فوق درت لها أكليل الجبل راح يعطيها نكهة هايلة، وراح نحطها تفور. اللي يحب الرابط تاعها راح نحطه لكم في صندوق الوصف، ولا اضغطوا هنا الفوق راح تخرج لكم الوصفه. درك نعاود نغطيها، جست حبيت نوريها لكم ونحطها مباشره تطفو تفور، وكي تفور بالك درك ندخلها للتحمر وتشوفوها في شكلها النهائي. وراح نرافقها بالشخشوخه، انا من سبق كنت دايرتها في القناه كيف كيف. درك نحط لكم الرابط في صندوق الوصف، ولا اضغطوا هنا درك تلقاوها. راح ندير شوربه فريك. لتحضير شوربه الفريك نحتاجوا المقادير الاتيه. لهنا عندي قطع تاع كتلات، كل وحده واش عندها في المنزل، تقدروا تغيروا حتى بلحم هبر عادي، حبه قرعه، حبه جزر، ملعقه طماطم ونصف، حبه بصل كبيره مربيه، ثلاثه ملاعق فريك، حبات تاع حمص. انا حطيت زوج ملاعق تاع زيت، حطيت معهم البصل. نبدا نضيف اللحم. لهنا راني ما كثرتش الزيت خاطرش اللحم تاعي راه فيه شويه ليدان باش يجي سوا سوا، ونخليهم يتقلوا. كي نشوفوه بدا يتقلى نضيفوا الملح. انا راح نستعمل هذه الكميه فلفل اسود، نضيفوا كميه تاع التابل، كميه تاع فلفل حلو ولا حار كيما حبيتوا. هذه الملعقه ماهيش مليانه، وملعقه ونصف، ملعقة طماطم قلنا عليها مصبرة، نضيف الحمص، ثوم مربي. لهنا استعمل ثلاثة فصوص، ونحركوا المكونات ونخلوهم يتقلوا في غرضهم. ديما نقلوا البرمة على نار هادية باه تجينا الماكلة بنينة. كي نشوفوها تقلت مليح نضيفوا لها الماء السخون، ونحكموا درك نضيفوا الجزر والقرعه ونخلوها تطيب. كي تطيب اللحم باش نبداو نضيفوا الفريك. درك انا نخليها تطيب والباقي انا نكملوا باقي الوصفه باه نربح الوقت. قاعده تطيب الشوربه، ودركا في المقلاه راني حطيت نصف بصله مع زوج ملاعق تاع زيت في المقله، نخليهم راح يتقلوا مليح. هذه راح نديرها حشوه للبوريك. حنا البصل لو بدا يتقلى عندي نضيف ليه كميه تاع فيون داشي. لهنا الكميه كيما حبيتي. نجيست راح نحشي بها البوريك على هكذا ما كثرتش، ونبدا نحمصو مليح مع البصل. ملح وبشويه ملح، فلفل اسود، ونبقى نحرك فيه باش ما يتكتلش ونخليه حتى يتحمص. هذا فيما يخص الحشوه تاع البوريك. انا اللحم بدا يدخل له الطياب، شوفوا كيفاه. درك نجيبوا الفريك. انا الفريك توجور راني نغسله قبل ما نحطه في لاصوص. وفيما يخص الجزر والقرعه راني نحيهم ونحكم نمكسيهم مع شويه صوص، وبيك في الاخير نحطوهم على صوص هذا تاع الفريك باش تجينا ثقيله وتجينا باهيه. ونحكم نخليها تغلي مده 5 دقائق، ونحكم نحط قرن فلفل حار والدبشه ونطفي عليه. فيما يخص السلطه، انا هنا ربيت الجزر، عندي حبه بيض مسلوقه قصيتها كي من هكذا، طماطم وسلطه وخيار. فيما يخص الخيار انا خليت ليه لابوكي من هكذا باش يعطيه لون رائع للسلطه تاعنا، قصيته بهذا الشكل. درك نحطوا المكونات هذه على جنب. صحن التقديم انا اخترت الزيتون الاخضر، درت هذه الطريقه. درك نجيبوا السلطه تاع الورد ونديرها جوانب كي من هكذا في الوسط، ونخلي مكان للجزر. نجيب الجزر نحطه في الوسط، نجيب الخيار نبدا نحط كي من هكذا 3 اجزاء. انا كملت الخيار بهذه الطريقه، شوفوا الالوان راهي جات هايله. نبدا نحط الطماطم على الجوانب، نجيبوا البيض، وفي الاخير نديروا حبه زيتون خضر. هنا بما يخص الفينيغريت نديروها في اللحظه الاخيره كي نجي راح نحطوها فوق من لاطابل. الحشوه تاع البوريك، هنا اللحم مرحي او سيبون حمصته. لهنا عندي كميه قليله تاع بطاطا مسلوقه، ودرت لها ملح وفلفل اسود. لهنا راح نغلب اللحم على البطاطا، اللي ما عندهاش اللحم بزاف تقدر تزكيه بالبطاطا عادي. نضيفه الجبن المبشور.
لهنا الجبن اللي عندك، حتى كان يكون عندك جبن طري ما كاين حتى اشكاليه. انا حبيته بالفرماج رقي، وكل وحده كيفاه، مع النوس، زيتون اخضر، تقدروا تستعملوا حتى الاسود. درك شوفوا كيف نخلط كل المكونات. نجيب الورق تاع الديول، انا الورق تاع الديول راني كنت من قبل خدمتهم في القناه، درك نحطها لكم في الوصفه في صندوق الوصف، ولا اضغطوا هنا درك تخرج لكم الوصفه. قسمت الحبه الى نصفين. انا السيجار راح نديرو، راح نديرو يكون صغير الحجم تاعو، مانيش راح نكبر فيه. الحجم تاعها انا حبيت الحبه تكون بهذا الحجم، تحبوا تكبروا تصغروا ديروها مثلثات، هذه تبقى مساله اختياريه. انا نكمل كامل الحبات بنفس الطريقه. انا كملت كامل الحبات، درك راح نقليهم في الزيت. اللي ما تحبش تقليهم في الزيت تقدر تدهنهم بشويه زيت وتحطهم في البلاطه على الفوق وديرهم في الفور. فيما يخص التحليه راح ندير تحليه بسيطه. هنا راح نجيب فلون كراميل، نجيبو الديسير، انا راح نختار تشينا، تقدروا تعوضوها حتى بالفريز. نجيبو الاناناس، راح ندير حبه ونص في الصحن. نجيبو البنان نقسموه. دركا كلمسه اخيره، نجيو فوق من البنان ونديرو صوص كراميل، ونجيبو هذيا قفلات. شوفوا الصحن يجي هايل. دركا انا نكمل الصحن الثاني بنفس الطريقه. هذه الصينية السهرية كاين فيها فوندون شوكولا ودرت التاي تاع البريس، راني دايرتهم في القناة من قبل، روحوا درك تلقاوهم في صندوق الوصف. ولحقهم هذا تركي، وصحن شامية ومكسرات. انا درت هنا كاوكاو وجوز وصنوبر، والتحلية اللي صورناها مع بعضنا، والديسير درت البرتقال. في لطابل حطيت البوريك اللي طيبته قبيلة، وحطيت معه في الصحن دوترونج قارص وشوية مع النوس، والدجاجة المحمرة المحشية بالرز، والميني شاورما راني مطيبتهم من قبل في القناة، على هكذا ما حبيتش نعاود نصورهم. درك نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. وهذه الشربة اللي طيبناها بالحم الخروف وثلاثة قرون فلفل حار مقليين، اللي يحب ياكل حار على خاطر ضيوفنا من تونس ويحبوا الحار. وثاني الشخشوخة الضفر راني حطيت الرابط في صندوق الوصف. وهذه السلطة اللي زيناها مع بعضنا والفلفل والزيتون المرقد، روحوا شوفوه في صندوق الوصف. واعطوني رايكم في لي كومونتير بخصوص الوصفات اللي درتهم في العرضيه هذه. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.